السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نعمل تجميد للرأس بتاع السكادول. ممكن يكون عندي حاجة هنا ويكون الكلام كتير، فانا عايز اخليه ثابت مهما عملت لا تنزل. طيب خلينا نعمل سكادول مثلا للوول. تمام، شوفوا لما بتنزل لتحت الجزء اللي فوق ده بيختفي. طيب عشان اعمل اثبت الجزء اللي فوق دوت هعمل فريزلي الهيدر. دلوقتي كل ما بنزل الهيدر اللي فوق ما بينزلش معايا، ده بيبقى ثابت، وده بيسهلني ان انا بعرف الرقم ده ايه. اول ما اشوف الرقم ده ده البيس اوفست وهكذا.